في العصر الحديث شهد العالم تحولاً ثورياً في طرق التجارة والتسويق، حيث أصبحت التجارة الإلكترونية تلعب دوراً حيوياً في الاقتصاد العالمي. وفي قلب هذه الثورة تتربع واحدة من أكبر الشركات العملاقة في هذا المجال، وهي شركة أمازون. في هذا الفيديو سنسلط الضوء عليها منذ بداية الفكرة وحتى اليوم ضمن سلسلة حلقات عمالقة التكنولوجيا. إذا كنت تتابعنا للمرة الأولى فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. التأسيس. أسست شركة Amazon.com في يوم الخامس من يوليو لعام 1994 بولاية واشنطن، وفتح الموقع رسمياً في 16 من يوليو لعام 1995، وكان أول كتاب يباع لدوغلاس هوفشتادر وعنوانه مفاهيم الموائع والمقارنات الإبداعية نماذج حاسوبية للآلات الأساسية للأفكار. بدأت قصة شركة أمازون كفكرة في رأس بيزوس عندما استهوته فكرة بيع الكتب على الإنترنت، لكنه واجه في البداية صعوبات لتمويل إنجاز مشروعه الذي حدد له ميزانية بقيمة مليون دولار. ورغم ذلك انطلق بيزوس لتنفيذ مشروعه بعد حصوله على مبلغ 100,000 دولار من والديه، ونجاحه في إقناع عدد من رجال الأعمال باستثمار 50,000 دولار لكل شخص. ولكن من هو جيف بيزوس؟ ولد جيف بيزوس في 12 من يناير لعام 1964 لوالدته جاكلين جيس ووالده تيد جورجنسون، وكانت لعائلته ملكية واسعة في تكساس ورثوها عن أجداد أمه. تزوجت والدته بعد ذلك من مهاجر كوبي يدعى ميغيل بيزوس، كان يدرس في جامعة ألباكوركي والذي تبنى جيف. وانتقلت العائلة إلى مدينة هيوستن في تكساس، حيث عمل الوالد كمهندس في شركة إكسون، بينما درس جيف في ريفر أوكس إلمنتري سكول من الصف الرابع وحتى السادس، ثم التحق بعد ذلك بالمدرسة الثانوية ومن ثم بجامعة برينستون في عام 1982 ليدرس علوم الكمبيوتر. وكان معتادا على العمل صيفا، ففي يونيو من عام 1984 تولى وظيفة مبرمج ومحلل في النرويج، وفي العام التالي قام بتطوير برنامج خاص بشركة IBM في كاليفورنيا. شغل جيف منصب رئيس هيئة الطلاب في جامعة برينستون في قسم استكشاف الفضاء، وبعد تخرجه عمل في عدة شركات في وول ستريت مثل فيتل بانكرز تراست وشركة الاستثمارات DE شو، حيث أصبح أصغر نائب رئيس فيها في عام 1990، واستمر فيها لمدة 4 سنوات. ورغم أن عمله في المجال المالي كان واعداً، إلا أنه قرر الاستقالة وترك منصبه في الشركة. الموقف المالي. أعلنت شركة أمازون نتائجها المالية للربع الرابع من العام 2023 والتي فاقت التوقعات بشكل عام، وحققت ربحية سهم بمقدار $1. أما الإيرادات فارتفعت إلى 170 مليار دولار، وساعدت وحدة أمازون السحابية على تسريع نمو الإيرادات مع اعتماد العملاء على خدمات الذكاء الاصطناعي، وتبلغ قيمتها السوقية حالياً 1,700,000,000,000 دولار. الخدمات. تقدم شركة أمازون آلاف السلع في صناعات متعددة كالملابس والإلكترونيات والسلع الرياضية والكتب ومواد التجميل وغيرها، كما تقدم بعيداً عن التجارة الإلكترونية خدمات الحاسوب التي سجلت إيرادات بمبلغ 8 مليارات دولار في عام 2015. ومن الخدمات التي تقدمها الشركة خدمة برايم التي يمكن الاشتراك فيها مقابل $100 رسوماً سنوياً. كما قطعت شركة أمازون خطوة جديدة في طريق منافسة شركات خدمات تأجير وبيع ملفات الفيديو عبر الإنترنت مثل نتفليكس، من خلال توفير خدمة بث ملفات الفيديو للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم. الخطط المستقبلية. في خطوة هائلة ورائدة
كشفت أمازون عن خطط لاستثمار ما يصل إلى 4 مليارات دولار في أنثروبيك، وهي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، لديها رؤية لإنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر قابلية للفهم والتحكم. الانتقادات: بيع أغراض مقلدة وغير آمنة وغير صالحة للاستعمال. في 16 أكتوبر لعام 2016، قدمت أبل دليلاً في دعوى رفعتها على شركة وسيطة تفيد بوجود منتجات مقلدة لأبل يتم بيعها على أمازون وتسويقها على أنها منتجات أصلية. ضريبة المبيعات والاستخدام: في معظم البلدان الأخرى التي تتواجد فيها أمازون، فإن ضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة هي ذاتها في جميع أنحاء البلاد، ويقع على أمازون عاتق جبايتها من جميع العملاء. ضرائب الدخل: لم تسدد أمازون دولاراً واحداً في ضرائب الدخل الفيدرالية في عام 2017 وعام 2018. نقلت شبكة CNN أن أمازون استطاعت استغلال ثغرات قانونية من السنوات التي خسرت فيها أموالاً حتى تلغي قانوناً الضرائب التي ستفرض على أرباحها المستقبلية. تصريحات دونالد ترامب وبيرني ساندرز: وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مطلع عام 2018 استخدام أمازون لهيئة الخدمة البريدية الأمريكية وأسعارها البخسة في توصيل شحناتها للعملاء. انخفضت قيمة أسهم أمازون بنسبة 6% نتيجة تصريحات ترامب هذه، كما انتقد عضو مجلس الشيوخ المستقل عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز الأجور المتدنية لعمال أمازون وظروف العمل في المستودعات. معارضة النقابات العمالية: عرضت أمازون جهود تنظيم النقابات في صفوف عمالها في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على حد سواء. في عام 2001 سرحت الشركة 850 موظفاً بعد اجتماعهم واعتزامهم إقامة نقابة عمالية. ظروف العمل: انتقد موظفون حاليون وموظفون سابقون في أمازون وعدد من وسائل الإعلام والسياسيون ظروف العمل الرديئة التي يعاني منها كثير من العاملين في الشركة. تضارب المصالح مع وكالة المخابرات المركزية والبنتاغون: في عام 2013 استطاعت أمازون إبرام عقد بقيمة 600 مليون دولار مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وهو ما يمثل تضارباً محتملاً في المصالح من ناحية تغطية صحيفة واشنطن بوست المملوكة من قبل جيف بيزوس لوكالة المخابرات المركزية. الوصول إلى البيانات الصحية الحكومية بالمملكة المتحدة: أبرمت الحكومة البريطانية عقداً مع أمازون يعطي الأخيرة وصولاً كاملاً لمعلومات الرعاية الصحية التي تنشرها هيئة خدمات الصحة الوطنية البريطانية. جمع البيانات والمراقبة: في 17 فبراير لعام 2020 تناول وثائقي أنتجه برنامج بانوراما كمية البيانات الهائلة التي تجمعها الشركة واتجاهها إلى ممارسة مزيد من الرقابة. مطالب الرقابة الحكومية: صرحت أمازون بأنها ملتزمة بالتنوع والإنصاف والشمول، ولكن كان ينظر إليها على أنها ملزمة لمطالب الرقابة في العديد من البلدان. وفي عام 2021 امتثل موقع أمازون الصيني لأمر صادر عن الحكومة الصينية وأزال مراجعات العملاء وتقييماتهم لكتاب كتب عن خطابات الرئيس شي جين بينغ وكتاباته. إلى جانب ذلك تم تعطيل قسم التعليقات. في نهاية حلقتنا، نتمنى أن نكون قد استطعنا تسليط الضوء على شركة أمازون والتجزئة الإلكترونية. انتظرونا في الحلقة القادمة مع شركة BMW الألمانية ضمن سلسلة حلقات عمالقة التكنولوجيا. إذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الاشتراك في القناة.